الجزائر بعدد سكان يتجاوز 42 مليون، أما أوكرانيا فتتجاوز 43 مليون نسمة. الجزائر بقوة عاملة تقدر بأكثر من 20 مليون نسمة، أما في أوكرانيا فهي أكثر من 22 مليون نسمة. الجزائر لديها البالغون للخدمة سنويا يقدر ب 683 ألف نسمة، أما في أوكرانيا فهي لا تتعدى 470 ألف نسمة. الجزائر لديها قوات فاعلة ب 130 ألف، أما القوات الفاعلة في أوكرانيا فهي لا تتجاوز 255 ألف. إجمالي الطائرات في الجزائر يقدر ب 551 طائرة، أما في أوكرانيا فهو لا يتعدى 285 طائرة. الطائرات المقاتلة تتفوق الجزائر بواقع 102 مقابل 42، أما في الطائرات الهجومية الخاصة فكذلك تتفوق أوكرانيا بواقع 25 طائرة مقابل 22. أما في طائرات النقل فالجزائر تتفوق بشكل كبير بواقع 60 طائرة مقابل 31. الطائرات التدريبية أيضا الجزائر تتفوق ب 87 مقابل 71. طائرات المهام الخاصة 9 للجزائر مقابل 5 لأوكرانيا. أسطول الناقلات الجزائر 3 أوكرانيا 0. أما المروحيات فالجزائر لها التفوق الكاسح بواقع 268 مقابل 111. المروحيات الهجومية الجزائر 45 أوكرانيا 34. أما الدبابات فأوكرانيا تتفوق بواقع 2430، أما الجزائر فلديها 2024. العربات المدرعة لأوكرانيا التفوق الكاسح بواقع 11 ألف عربة مدرعة مقابل 70 ألف للجزائر. أما المدافع ذاتية الحركة أي المجنزرة فالتفوق أيضا لأوكرانيا بواقع 785 مقابل 385. المدافع اليدوية 2000 أوكرانيا الجزائر 400. منظومات الصواريخ الجزائر 300 أوكرانيا 550. أما في سلاح البحرية فعدد القطع في البحرية الجزائرية يفوق قطع بحرية أوكرانيا بحوالي 8 أضعاف. حاملات الطائرات لا توجد في كلا الجيشين. حاملات المروحيات أيضا لا توجد في كلا الجيشين. المدمرات أيضا لا توجد في كلا الجيشين. أما الفرقطات فالأسطول الجزائري به 8 فرقطات مقابل فرقطة واحدة لأوكرانيا. الطرادات الجزائر لديها 10 طرادات مقابل 0 لأوكرانيا. الغواصات
الجزائر تتفوق بواقع 8 غواصات مقابل 0 لأوكرانيا. مضادات الألغام 2 للجزائر و1 لأوكرانيا. أما إنتاج النفط فتتفوق فيه الجزائر بواقع 1,260,000 برميل يوميا مقابل 32,000 فقط لأوكرانيا. الاحتياط النفطي للجزائر يقدر بأكثر من 12 مليار برميل مقابل 400,000 برميل أوكراني فقط. القوة العاملة في الجزائر 10 ملايين، أما في أوكرانيا فهي 17 مليون. الأسطول التجاري الجزائري 114 قطعة، أما الأسطول التجاري الأوكراني